خليني احكي لكم حكايه. من فتره واحده صاحبتي اتجوزت، وجوزت راجل محترم جدا 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 جدا، اقصى درجه ممكنه، ومؤدب وامور وابن ناس وكله كله كله كله. وهما بيتجوزوا في اول العلاقه، هي من كتر ما هي فرحانه بيه فكانت هي عماله بتتكلم وتحكي له، ورحت وعملت وجيت، وما خدتش بالها ان في كل اللي هي بتعمله ده هو مبتسم او ساكت. بعد ما اتجوزوا جت قعدت جنبي بعد سنه، فاكره كويس قوي، قالت لي هو الطبيعي ان الراجل يبقى كائن صامت في البيت؟ قلت لها يعني ايه كائن صامت؟ قالت لي يعني مهما اتكلمت هو ما بيتكلمش معايا، يعني بيسمع يهز راسه لكن طول الوقت ساكت. قلت لها انت لاحظتي ده قبل الجواز؟ قالت لي اه انا لاحظت ده قبل الجواز. قلت لها ما اتكلمتيش فيها ليه؟ قالت لي الرد اللي كلنا بنقع فيه، انا اعتقدت ان ده مش عادي، وان هو بيسمعني اكتر، وان هو عايز يتكلم معايا ان انا اتكلم اكتر عشان يعرفني اكتر، وقلت ان اكيد مفيش حد هيبقى بالشخص ده بعد الجواز. نصيحة، الحاجات اللي انتوا بتشوفوها في قبل الجواز هي هي بتطبق، بس بشكل كمان لا هي اكثر بتبقى اصعب. حرية، لانه بيبقى خلاص انت بقيتي مراته او هو بقى جوزك، فانت ما بتخليه ما هو بتاخدش بالك انت مش بتأذي مين. مضطر يجامل ولا مضطر يتجمل، هنا مكمن الخطورة. انا طاقتي ما تستحملش التركيبة دي، سواء كنت انا الولد او البنت، يبقى ما ندخلش العلاقة ومش دي. بس ما ندخلش نتكلم فيها، لنفترض بحبه وعايز اخش، ايوه اوكي، ما احنا نتكلم فيها، يعني وصلنا ان انا هتقبل ده او هو مش هينفع، يبقى لازم او ناخد القرار من بدري. تمام انا معاك، او مثلا واحنا بنتكلم لقيتي ان احنا عملنا اتفاق، يعني اتفاق ان هو احنا زي ما انت قلتي كده في جزء انا سبته وفي جزء انا اخدته، اوافق لو انا عايزه الراجل، لو انا عايزه البنت، ايوه، لو انا يعني فاهمه عندي قصدي؟ المرونة دي لو بقى وعندي الاستعداد ده ومتفهم وشايف اخر الطريق في الاختلاف ده، لان في ناس مختلفين بيبقى اختلافهم سر قوتهم. يعني مش لازم نبقى شبه بعض على فكرة، لو احنا مختلفين عن بعض ممكن نبقى اقوى واحلى في العلاقة بكتير جدا، لكن المهم نبقى احنا الطرفين مستوعبين. المشكلة كمان بتحصل لو انا في الاجيال الجديدة دي، مش في الاجيال الاقدم، ان انت عندك اصحاب ولاد او هو عنده اصحاب بنات اخواته، يعني انت الولاد اخواتك وهو البنات اخواته، وممكن يبقى الصاحب الاقرب ليه من الجنس التاني. يعني لو انا ست الصاحب الاقرب ليا ولد، ولو انا ولد صاحب الاقرب ليا بنت، هل الشريك متفهم ده فعلا وهيقبله وعنده من الوعي ومن النضج ومن النفسية السوية الطبيعية ان هو يبقى فاهم نوعية العلاقة دي ولا لا؟